مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة أكادير. مرة أخرى نجدد بكم اللقاء في هذا البث الصباحي، ونعتذر كثيرا على هذا المشهد، لكنه الواقع المر الذي تعيش على وقع هذه المنطقة بعدما أصبحت غارقة تحت أكوام هائلة من الأزبال كما تشاهدون معنا من خلال هذا البث الصباحي. فالسؤال المطروح، لماذا دائما هذه المنطقة تعاني من تراكمات الأزبال في غياب مصالح النظافة من أجل اجتثاثها من هذه المشاهد الصباحية؟ وأين هي شاحنة نقل الأزبال حتى يتم تنظيف هذا المكان من هذه الأكوام الهائلة التي أصبحت مكدسة بجنبات الطريق، و ربما تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف؟ أنتم كما كتشوفوا بطبيعة الحال هذا المشهد الصادم صراحة، اللي هو يعبر عن الواقع المر الذي تعاني منه منطقة حي الفرح نظر توالي التراكمات الخاصة بالأزبال وغياب النظافة في مجموعة من المناطق وفي مجموعة من الأزقة والشوارع، ناهيك عن غياب أبسط مقومات الحياة وأيضا أبسط الضروريات الأساسية لساكنة هذا الحي الذي لا زال يعاني من الإقصاء والتهميش على مستوى مجموعة من المناحي، خاصة على مستوى البنيات التحتية والمرافق الترفيهية. ليظل هكذا، ربما هذه الصورة هي تعكس الواقع المرير لهذا الحي الذي يعد واحد من أكبر الكثافات السكانية على مستوى مدينة أكادير. واليوم نشاهد هذه المشاهد المقرفة وهذه المشاهد التي تشمئز منها النفوس صراحة، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة من أجل أن يتم تنظيف هذا المكان في أقرب وقت، لأنه طبيعة الحال يعطينا صورة قاتمة وصورة سوداوية عن المدينة ككل، فلا يمكن أن تكون المدينة نظيفة على مستوى المركز ونترك الهوامش والأحياء الهامشية على هذا الشكل وعلى هذا المنوال. وطبيعة الحال فهذه رسالة موجهة لمصالح النظافة من أجل أن تقوم بعملها كما ينبغي، ومن أجل أن تستفيد مختلف مناطق وأحياء مدينة أكادير من حملات التنظيف والنظافة. أنا أنتم كتشوفوا يعني الصورة أمامكم، والتعليق يبقى لكم فقط، نحن ننقل الواقع ونحن مرآة الواقع ونجسد الواقع بكل حيادية وبكل موضوعية من أجل أن نوصل مجموعة من الرسائل لكل من يهمهم الأمر والمصالح المعنية من أجل أن تقوم بعملها كما ينبغي. فلا يعقل أن تجد أكوام هائلة أمام يعني من منزلك أو أمام الإقامة التي تقطن فيها، فربما تظهر لكم هذه العبارة إقامة خاصة بالعائلات، فكيف يعقل أن تطل من النافذة وتجد هذه الأكوام الهائلة من الأزبال المتراكمة أمام نافذة منزلك؟ فربما لا يمكن أن يتقبله أي شخص. حتى هذاك المسؤول ربما اللي ممكن انه يكون يعني مسؤول على هذا الامر، فهو براسه يعني ما غيتقبلش انه يطل يعني من النافذه ديال المنزل ديالو والاقامه اللي كيقطن فيها، ويلقي يعني هذا المنظر المشمئز، فعوض ان يطل ويرى منظرا جميلا، يرى منظر اللي هو تراكمات ازبال وروائح منبعثه واشياء مقرفه صراحه. انتم كتشوفوا الصوره امامكم، والتعليق يبقى لكم بطبيعة الحال فقط، نحن نقول الصورة كما هي بدون لف ولا